ذكرت أن المواهب اندثرت لم تعد كما السابق، يعني هذه مو عندنا، هذه حتى في البرازيل. السبب؟ السبب ما أدري، يعني أقول لك في السابق كانت متعتنا كرة القدم، ما كان في شيء غير كرة القدم. الآن السوشيال ميديا، الأشياء الثانية، في البرازيل تعرف يعني بلد المواهب، من عندهم نيمار وعلى كيفه، يعني رغم أنه لاعب يعني على مستوى عالي لكن ما في لاعب مميز. رونالدينيو ما في زي رونالدينيو، رونالدو الظاهرة وماريو نفس الحكاية عندنا هنا. بس أنا عجبني المواهب، عجبني صراحة. إيش السبب البرازيل لاعبين البرازيل أغلبهم، مو أتكلم على الكل، ما يعمرون، ما يطورون في الملاعب؟ هم البرازيليين راعين حفلات. حفلات إيه، يعني صعب تلقى واحد محترف. يعني شوف رونالدينيو، اي انا هذا اللي اقصده، اطوله هو من عمره 23 سنه وهو يسهر. يعني معروف هذا. روماريو كان يروح الويكند من برشلونه لريو دي جانيرو ويرجع يعني مو زي ميسي ولا كريستيانو محافظين على طبعا. شوف الى الان 37 سنه وشوف كم هدف كريستيانو، صراحه من المعجبين فيه انا. طيب ذكرت ان الانفتاح الاعلامي الرياضي انفتاح فوضوي، وش تعني بالكلمه دي؟ على اساس كيف فوضوي؟ يعني تقول ان كل من هب ودب صار اعلامي، لان في ناس ما لهم دخل في الكوره، ما لان تلقى مؤهلات اساسا ما هي رياضيه ولا شيء، ويطلعون يتفلسفون في الكوره ويتكلمون ويحللون ومدربين ويقول لك كذا ويقول لك كذا، يعني يصرون على رايهم انهم على حق، والجميع صار يفهم كوره الان. طيب اللاعبين البرازيليين، حينما ذكر الاتحاد أنه كنت وراء إيقاف لاعبين الاتحاد البرازيليين اللي كانوا راحوا يشاركون بطولة أندية العالم، إذا تذكر، وأنت أعطيت النادي الأهلي المصري شرايط عن هؤلاء اللاعبين، مع أو ضد يعني؟ يعني من اللي قال هذه؟ البلوي. السبب؟ السبب لأن ما أدري، يمكن عشان أنا قلت كالون في مقابلة في روتانا، قلت انه خرب على صفقة كالون، خربها عاسس انه انتقام لا اقل ولا اكثر. بعدين منو البلوي؟ مصر بلوي، يعني الجميع عارف، الاتحادين عارفين تاريخه. ايش تاريخه؟ زور عقد احمد نور اسطورة الاتحاد. كيف؟ ذكر لما زور عقده؟ ما ذكر. في جميع ذكرونه. زي ايش؟ يوم زور عقده، زور صارت مشكلة، وصارت مشكلة كبيرة، وبعدين هذه لما والعجمة وقال صالح السلومي. العجمة أنت إعلامي، بينك وبين العجمة خلاف؟ ما بين خلاف، لكن عام 2007 طلب مني أن أطلع معه ورفضت أطلع، في يوم كان في الأخبارية وطلع قال شايف نفسه هو مرة ماخذ مقلب نفسه إنه ما جاء وإنه انضباط ما ضبط، وأنا قال له ماني بجاي ما أبغى أطلع معكم. وش كان السبب كابتن؟ ما أبغى أطلع، اعتذرت فيبغاني اطلع بالقوه في وضعي. طيب عشان فذكر اسمي و صالح السلومي. طيب بكل بساطه خليني انا عندي طلبت اني اقابلهم ولا قابلوني. انا عندي شيء جاب المخرج، انا بحكم البرنامج طبعا جوالي. طيب معليش اسمح لي، البلوي الحين ما سوى مقابله في قناه احد القنوات وبعدين ما عرضت؟ اي ليش؟ من اللي ما عرضها؟ السلومي اللي ما عرضها؟ انا ما اعرف. أنا بسمعك شيء وسمع سائر المشاهدين. طبعاً هذه إحقاقاً للحق، كاميرتي هنا مخرجنا، إحقاقاً للحق تواصلت مصر مع الجهاز الفني اللي كان أحد الموجودين شاهدين على الحدث، وأرسل الرسالة هذه. السلام عليكم، فاني للنادي الأهلي اللي كانوا مسؤولين عن إدارة المباراة أمام الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، وهو أقسم لي يمين ثلاثة إنه ما فيش حد سعودي بلغه بالمعلومة بتاعة اللعيبة البرازيليين، وإنه بالفعل هو لأنه هو كان عندهم مترجمين بيترجموا برتغالي وبرازيلي وكده، فهو كان عنده المعلومة إن في اثنين لعيبة من الاتحاد السعودي اللي تعاقد معاهم ساعتها منصور البلوي رئيس الاتحاد كانوا لعبوا أصلا في الدوري
الدوري السعودي، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة مع الاتحاد السعودي في هذا التاريخ. فبالتالي قدموا شكوى وقتها لمجلس إدارة النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي أما قدم شكوى وتوقف ثلاث لعيبة، والمصدر قال لي أنه بمنتهى الأمانة كان المفروض يتوقف اثنين لعيبة بس، ولكن الاتحاد الدولي ساعتها أو اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية في اليابان ريحت دماغها ووقفت الثلاث لعيبة، ما مش اتنين بس، في لعيب فيهم كان لازم يلعب، انما في اتنين ما كانوش لازم يلعبوا، هم واخدين قرار باستبعاد التلات لعيبه، والقرار ده جاي هم عن طريق الصحف البرازيليه ومش جاي عن طريق اي حد خالص. من اللي هذا عشان تكون بالصوره والامانه المهنيه والاحترافيه، هذا احد شاهدين الحدث وكان من الجهاز الفني في النادي الاهلي المصري، وبرا الكابتن صالح السلومي بشكل صريح زي ما سمعته احنا، واي واحد له رد اخر يرد عليه. لا بس بعض الجماهير الاتحاد يبغون احد يلومون، لا فهذه يعني شهاده من سبحان الله، يعني يمكن جت متاخره بس انه كان والله شهاده. والله جت متاخره ما جت متاخره طالما اني انا ضميري مرتاح ما فرقت معي، بس انه لما كذا ان قفلت شيء، هذا شهاده يعني كان موجود بالجهاز الفني، يعني مو واحد موجود. الداري اللي جاب كانديني الاتحاد عام 2003 من جابه؟ منصور بلوي كلمني في البرازيل وقال أبغى جاب أشوف. عام 99 جبت لهم بيدرو وجاب الدوري معهم، عام 2001 جبت لهم أسكار جاب ثلاث بطولات معهم، عام 2003 منصور بلوي كلمني من القاهرة وقال أبغى كانديني، ما عندي إلا أنت صالح. كلمت كانديني وكل شيء، بعدها ما عاد رد علي البلوي وجابوا كانديني عن طريق واحد ثاني. وعام 2009 كلموني من جدة يبغون لاعب وسط يسار. ليش علاقتك مع البلوي؟ كيف؟ ليش علاقتك مع البلوي ناشفة؟ ما أدري عنه، أنا كلمني أيام كاندينو كلمني وقال لي صار تكفى أقنع كاندينو، كلمت كاندينو فخلاص أساس نبغى أوراق رسمية يرسل لي، اتصلت البلوي ما رد علي. طيب قبل ما نروح الفقرة القادمة راح نسأل أسئلة سريعة. مباراة الأهلي والنصر ذكرت أن مباراة هذه المباراة تم إعطاها النصر وهزم الهلال بفعل فاعل. أي واحدة المباراة؟ أعتقد أنه 3-1 عام 95 أي. أنها أعطيت للنصر ولا كان هذا سبق نيشيمور 24 سنة العمر أعطيت النصر؟ أعطيت النصر مباراة واضحة يعني خلال، أنا ذكرت قبل كده أن خلال خمس دقائق مصطفى دريس الله يرحمه جلد بهجة والمفروض انه ياخذ كرت احمر، بالعكس اعطى الهلاليين ركلات جزاء واضحه مشي، وقلت انت معروض والجميع عارف المعروض شايف في شو المباراه. عام 2014 حصل النصر على بطوله الدوري وكان مدرب سامي الجابر. كيف؟ 2014 حصل النصر على الدوري ايه وكان مدرب سامي الجابر. هم حاربوا الهلال عشان سامي الجابر. أنت مع سامي كمدرب؟ كان ماشي صح معهم، يبدأ شوي شوي بدأ شوي شوي كون فريق، لكن إذا كان الفريق الخصم يمشون لكل شيء وتغضون عن ركلات جزاء وركلات واضح جميع. السؤال الأخير قبل ما نطلع الفقر رأيك ورأيك، يقولون النصراويين نادينا مظلوم تحكيميا وبعض اللجان تدعم نادي الهلال والهلال هو الآمر والحاكم بأمره. هذه السياسة النصراوية دائما هم اللي يلومون الناس، ما خلوا أحد اللي يلومه. لو ممكن ما بقى اللي يلومون بوتين بعد رئيس روسيا على الحرب الأخيرة. لا الحرب دائما وجهوا اتجاهاتهم، هذه سياستهم يعني، شغل النصراويين خارج الملعب أكثر من داخل الملعب. وهذا ممكن أثر على مستواهم؟ مستواهم وش يعني أقولك سنو، يجيبون لهم لاعبين لو يجيبون لهم أي شيء طالما النوايا داخل النادي. تحدث أكثر مرة عن نوايا النصر ما تشوفها كويسة؟ اسأل لاعبينهم علي يزيد، اسأل ماجد عبد الله، اسأل مضح الدسري، اسأل الخوجلي، اسأل سويلم اللي كان يبكي عقوقة إذا كان في أشياء خطأ في النادي، عشان كذا أنا ما أحب النادي. أنت نفس الحكاية ما أعطوك شهادة التكريم؟ لا أنا وقتها كنت مشاكل معهم أنا بالنادي، أنا راعي مشاكل دائم في النادي. من إيه بس واحد خدم النادي 16 سنة آخر شيء ورقة ويقول لك شكرا؟ إيه عادي؟ ما كانت عادية بالنسبة لي، بس أنا حرجتهم. حرجتهم في إيش؟ لا في التمارين يعني، تدربت صح كل شيء بس ما خلاص ما نبغاك يعني، في ناس ما كانوا يبغوني.
ما رح طيب بعد النادي الاتحاد السعودي ما كان يبغوني ما كان يبغوني في ناس كان في الثمانيات ما كان يبغوني ألعب في الهلال عشان رفضت بالمنتخب رفضت إني أقصر شعري فانعكست في الهلال فكان ما كان يلعبوني في الهلال. من كان المشرف على الفريق من وقت شعرك بعد الحادثة هذه؟ ما كان في أحد. من كان يمنعك يعني؟ في ناس في الاتحاد الدولي. مين؟ في الاتحاد السعودي كنت مين؟ ما ودي أقول أسامي خلاص لأن انتهت الفترة دي. هذه أشياء من الماضي يعني لو نشعل العالم ونقول هذا لكن ما يبغون. ما نبغى اسم طيب. طيب خلينا نروح لفقرة رأيك بشكل سريع رأيك بدور السعودي. لا لو أقول اسم تشتل الدنيا. لا أنت مخير. سبب فتنة. والفتنة تذكرها النائمة. لا 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 شوف أنا هي من فتنة هذا حصل لك أنت شاهد على الحدث أنت ما تتكلم إنه قال وقيل أنت حصل لك شيء هذا. إيه حصل الشيء هذا. إيه فأنا أسألك. وش بستفيد لو أقول اسم الله؟ أنت براحتك. إيه؟ أنت مخير أنا ما أجبرك. إيه؟ ما كنت ألعب في الهلال. من اللي كان يمنعك؟ في ناس ما أبغوني يعرضون الإدارة. من اللي المتحدث. تقدر تذكر اسم؟ لأني قلت لا في المنتخب. كابتن لديك الشجاعة ذكر اسم؟ والله شوف الشجاعة موجودة بس شو الفائدة؟ أنا أسألك أنت نعم ولا؟ تقدر تسأل الأمير نواف محمد. أنا أسألك أنت. طيب أسأل الأمير نواف محمد. بس صديفة ونسأل. الأمير نواف محمد ما كان يبغاني يلعب في الاحتياط بعد أقعد في الاحتياط. ما اللي كان من الاتحاد السعودي ما بيسلمني؟ هو الأمير نواف محمد. نواف محمد. إيه. ما كان يبيك. ما كان يبيني. طيب خلينا نروح لفقط رأيك. رأيك. خليه مو هو طلع يدافع عن النصر. بالعالميتهم الوهمية ما هو طلع يدافع النصر الأمير نواف محمد مو دافع تكلم عن رأيه إيه كان يدافع النصر قال الآن يطلع ما دامك طلبت لزمت اسم أنا ما لزمت هذا رأيك إيه هو ما كان يبغى يلعب في الهلال ما كان يحرض الإدارة علي احتياط أحيانا إيقافات أحيانا استفزازات جايب لي بعد في التسعينات فناي لبلعبها طيب فيها ولا رفضت طيب خلينا اروح لفقره رايك بيزعل الامير نواف محمد الحين لا ان شاء الله ما يزعل لانه فقره رايك لا خليه يزعل عادي ما يحشر ما يزعل شهر فضيل وانت تتكلم بس كان خالد محمد هو اللي داعمني سبحان الله ايه خالد محمد داعمني بكل قوه فقره رايك بشكل سريع عشان نطلع للفقره الاخيره اللي هي فقرة الدسمة بس هذه رأيك نطعمها شوي رأيك بالدوري السعودي في الوقت الحالي في ظل الدعم من حكومتنا رشيدة والصاحب السعودي رائع طبعا أنا أسميه الملهم والأمير محمد بن سلمان اللي صلح الحلم حقيقة بالأمانة ودعم كل الأندية مو بس في كرة القدم ولا في كل شيء كل شيء وشوف الدوري السعودي الآن ما تدري من اللي يفوز شوف اليوم الاتحاد والفيحة الفيحة فاز نعم الفيحة فاز يعني ما تفرق من كان يتصور من كان يتصور فكان صح. يعني كلهم سواسية والدعم خيالي صراحة أصبح الدوري السعودي بعد الدعم علامة فارقة طبعا في آسيا شوف المنتخب يعني مثل يعني عام 2010 المنتخب ما تأهل كأس العالم 2014 ما تأهل نفس الاتحاد السعودي تقريبا نفس مهمهم بس بعد دعم الأمير سمو ولي العهد شوف الفرق شلون صار عهد الملك سلمان الله يحفظه آمين متى تتوقع بطل الدوري هذا الموسم والله الأقرب أنا أقول لك يا الهلال أكثر من الاتحاد الاتحاد يستاهل أنا أشوف أنا معجب الاتحاديين لا بغض النظر الإعجاب الواقع الواقع أنا أقول لك الهلال عنده فرصة طبعا عنده فرصة بس أنا معجب صراحة أنا أقولك إياها اسمح لي الكلمة هذه أنا معجب يعني واحترم رئيس الاتحاد أنمار الحالي أنمار الحالي حالي نعم أنا صراحة أحترم الرجل هذا لأنه مسك الفريق والفريق صار صح والآن وصل الفريق صح كون الهلال إن معهم جارديم وعطى الهلال كبلهم هذه مين مشكلة الاتحاد الاتحاد متصدرين لأنهم يستاهلون لكن أنت تتوقع أن الهلال راح يأخذ الدوري؟ أتوقع إن شاء الله الهلال يأخذ. أتوقع يعني خلاف الأمنية أنت تتوقع إنه الهلال بيأخذه؟ لأن الهلال كم باقي جولة؟ أعتقد ست أو سبع إذا صحون الإخوان. ست جولات هذا لازم طلع لك فريق شوف الفيحة اليوم طلع الاتحاد. والهلال والفيحة صاروا على كأس الملك فعلًا. كيف؟ الهلال والفيحة على كأس الملك. كأس الملك الهلال والفيحة
يعني من يتخيل؟ نعم. من يتخيل قبل 10 سنوات أو 20 سنة؟ تقول يا الفيحة. هذا. وهذا بسبب إيش؟ فضل الله ثم فضل الدعم اللي جاي من الدولة. طيب كابتن، إحنا الحين عندنا فقرة الأخيرة بدون أقنعة. طبعاً الفقرة هذه صريحة جداً. راح أسمحك عذراً. كيف؟ إن أسمحك عذراً إنك تروح على كرسي ثاني وتجلس وتأخذ ريلاكسينج. وبأسأل أنا ريلاكس أوريدي يعني. طيب خليك ريلاكس ونروح الوضع هذا. أهلا وسهلا فيكم. طبعا فقرة بدون أقنعة. طبعا قبل ما أبدأ معك بدون أقنعة، أنا أبغاك تأخذ رشفة من الكوفي هذه شوي عشان تسلم. من قال سالم؟ خلاص تكفي هذه. تكفي؟ اي تكفي هذه تكفي. طيب لأنه ملغم اللقاء هذا. طيب خلينا احنا وانت والمشاهدين خلينا نسمع. انت قلت، خلينا نسمع، انا ما ودي نقول قلت وما قلت، نسمع المخرج. كل واحد يتفاخر برايه وهم ما قد يلعبوا كره القدم اساسا. احنا صافحنا ملوك وابناء ملوك وجبنا كؤوس، كاس الملك، كاس اسيا، كاس ولي العهد، كاس الفيصل فهد، كاس العرب، كاس الخليج، كاس السوبر، كؤوس كؤوس كؤوس. بس هذه ما تمشي إذا كان عندك واسطة. فساد فساد. في الاتحاد السعودي في ناس فاسدين، وترك السلطان أول واحد. اسألوه. وهذا الشريط، هذا الفيديو انشروه. أسأله يقول يا كابتن ما قلت له، يا كابتن لا. لكن كل شيء في وقته. هايد أنا طلعوا الفيديو هذا، خلوه انشروه، خلوه ينتشر. وين كنت في موقعك في التصريح هذا؟ خارج السعودية، المطار. مطار إيش؟ مطار تايلند. مسافر كنت تايلند؟ اي كنت مسافر. في الذهاب ولا العودة؟ لا العودة، كنت انتظر وكنت محروم من جواي. طيب حدثنا عن القصة. كيف؟ حدثنا عن القصة باختصار. كيف؟ حدثنا عن القصة باختصار. لا باختصار انهم قالوا لي بعد انتهت الدورة السي، قالوا لي انه بعد 8 شهور، وبعدين قالوا لا بس في ترشيح، انت لاعب سابق وحرشحك الدورة بعد 2 شهر وحتكون مع ضمن اللي تبدأ بعد 2. فقلت لهم أوكي خذ راحتك تفضل. انتظرت، قاعد انتظر شهور، شهر ورا شهر ما أدري. أتواصل مع ترك سلطان في دورة يقول لي في سي. يا جماعة أنا أخذت سي. عندك في الجوال أنك تراسلت معه؟ تراسلت معه في الجوال، عندي صور في الجوال. أوكي. طيب بعدين عاد فجأة في مارس، في فبراير جابوا لي بي. فقلت اوكي خلاص استني بسجل بي، تبدا 1 مارس. بس لين عرفت ان في ناس ماخذين دوره اي وبي في نفس الوقت خلال 6 شهور. خلال 6 شهور اختصروا لهم اي وبي عشان انا اوصل. ممكن عشان الكابتن، شوف عشان اوصل انا اي يبغى لي 2، هم اختصروا لهم 6 شهور. طب ممكن عشان ما لعبت مباريات دوليه؟ ودول اللي لاعبين مباريات دوليه انا ما ادري، بس شوف الاسامي موجوده، الاسامي عندهم. في ناس ما لعبوا مباراة دولية، في ناس ما لعبوا مباراة مع ناديهم مو معروفين. طبعا المذيع القدير هذا اللي قالك انك ناس من ابناء وطنك يحاربونك بالطريقة هذه، جهلونك ويقولك انك ما سجل، وبعدين يستعينون بالمطيويع ويطلع يتفلسف ويتكلم. المطيويع اعلامي صح ولا لا؟ صحيح. ومهمة الاعلامي استقصاء المعلومة. كلمني. ما كلمكم مشعل؟ ما كلمني ولا شيء وقال لي مشعل خبير رياضي. ارسلت كلمني، ارسلت بديهات كلمني، كلمني في الاخير ارسلت بديهات خبصتها معاه. ليش يا اخي؟ احنا ما احنا بسعوديين، ما احنا من البلد هذه. الكلام اللي قاله غير صحيح. كلام غير صحيح، يقول لي 50 مباراة دولية. وبعدين مسح تاريخ، قال هذا اساسا لا تنطبق على الشروط. 20 سنة ما استغفر الله العظيم. بس انك راعي مشاكل ابو اخوي صالح. ليش راعي مشاكل؟ هم اللي يجيبوا المشاكل بنفسهم. انت راعي مشاكل من يوم كنت لاعب؟ لان يوم كنت لاعب ذيك الايام كنت عقد احتياط على اساس الناس في الاتحاد السعودي ما يبغوني العب. يعني ذكرت الموضوع متمرد. هذا هل الاتحاد السعودي له سلطه على النادي انه ما يلعب صالح سلومي؟ في ناس هلاليين. شوف خلينا نكون واقعيين، هل الاتحاد السعودي له سلطه على؟ طبعا له سلطه. خلينا واصل بس لو سمحت، انه عشان شعرك ما لعبت
إيه ما يبغون شعري، ما يبغون لبسي، ما يبغون ذيك الأيام، مو بعجبهم شيء، مقهورين، لأن ذيك الأيام ودهم يسوون الشيء اللي أنا أسويه بس مو بقادرين. ليش؟ لأن المجتمع كان مقفل وقتها. وأنت ما كنت مغلق. ما كنت عندك شيء تعرف؟ فاضيلهم أنا، فاضيلهم أنا، أنا حر، إحنا ولدنا حرار، ولا تعديت حدودي لنفسك. أنا ما سويت شيء غلط. شوف أنا وذكرت قبل كذا، شوف الوضع الآن، أنا كنت غلطان ذيك الأيام. يقولون انك تسابق زمانك، ما كنت سابق زماني، هم اللي كانوا متاخرين. كنت سابقهم خطوتين قدام. لا هم اللي متاخرين. بس انك كنت راعي مشاكل في الهلال، في اكثر من مشاكل حصلت معك في نادي الهلال، وكانت بسببها انك دائما مشادات واكشن معاهم. اكشن معاهم لان ما العب. ليش ما يلعبونك؟ يمكن مستواك ما ياهل. مثلا اقعد اقعد اتمرن وكل شيء. يمكن مستواك ما ياهل كابتن. كيف؟ مستواك ما ياهل. لا لا ياهلني بالراحه. من اللي يقول الكلام ده؟ من يقيمك؟ لا معك المدربين، قالوا لي مدربين ترى، وش قالوا لي؟ في الثمانينات والتسعينات قالوا في اشياء، وقالوا لي اشياء ما ودي اقولها. الناس وناس وناس انهم ما يبغونك. ارثر جورج الشاعر اللي درب الهلال واعتقد نصر البرتغالي كان معجب فيك. شوف بروشتش قال لي انت افضل حارس في الثمانينات في بطوله عربيه لابناء عام 87 شارك في الهلال وتزوج، بعد بطولة كنت أفضل حارس بطولة ما سجل هدف واحد. ما اختاروني أفضل حارس. من اختاروا؟ اختاروا حارس فريق عراقي سجل فيه 5 أهداف ونصها منه. وليش اختاروني؟ ما اختاروني أفضل حارس. شلون أصير أفضل حارس عربي بطولة عربية ولا يأخذون المنتخب التونسي؟ فهذه الأشياء صارت، فصرت متمرد. أي شيء ببالي أقوله. خلاص مدام الشغلة كذا يعني كانت أنه لو اخترت أفضل حارس في البطولة العربية ولم تختار المنتخب السعودي ففي علامة استفهام على الاتحاد السعودي. شوف أنت عارف ربنا، إذا ما أنا أسألك، إذا ما بغوك ما بغوك. طب ما شاء الله أنت ليش يبغونك تجي لمهم؟ شوف بمكاني أروح المنتخب بالراحة كان ذيك الأيام، بس أني أروح بدون ما قصر شعري. الله ما أروح عنده في قصور. تذكر الهدف؟ شوف لحظة، تذكر هدف ماجد اللي كشف يقولون الملز؟ ايه كان فيك اتوقع. لا 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 في مين؟ في الدايل. في الدايل لو انا موجود ما يجي. ما يجي؟ لا ما يجي لا، لان اطلع لها كنت صارت نفس نسخه من الكره هذه. حدثنا عنها. لحظه، صارت نسخه من الهدف هذا، نسخه منه في نهايه 1489. اوكي طلعت الكره، ماجد ما بدا يطلع. ديك المباراة أنا قلت لك شفت قارة، وقال له ماجد شاف الملز. أي أنا شفت قارة أمريكا الجنوبية كلها، أخفيت النصر كلهم مو بماجد. كم أنت المباراة تذكر؟ 3-0 شهيرة 1409. أي 3-0 بس النصر ما قالوا أنه أنت قمة مستواهم النصر. لا ما قالوا النصر أنه زي ما تفضلت وقلت أنه عام 95 أنها كانت ممنهجة، وانه العمر ما الله يرحمه ما طرد مصطفى، كانوا مقتنعين. توفى العمر؟ لا لا مصطفى ادريس انه ما لم يطرد يعني في ذيك المباراه. موجوده في التلفزيون. اي بس انك قلت انها كانت ممنهجه للبطوله للنصر. كل شيء ممنهج. كلها؟ كلش. انا قلتها معروض، اقرا المعروض موجود. يعني تتوقع هل انه النصر الحاكم امره في الكره السعوديه؟ هو يعني المتسيطر في الكره السعوديه؟ طبعا. واللي يقول الهلال هو صاحب السلطة في الاتحاد، صاحب السلطة في التحكيم، في الجانب الاحتراف. متى آخر دوري فاز فيه النصر؟ قبل تقريبا 4 سنوات أو 5 ولا 3 سنوات هذه اللي الأخيرة. أيام لعب الهلال 11 مباراة خلال شهر. من اللي خلاهم يلعبون هذه؟ بس الاتحاد السعودي، ناس الاتحاد السعودي يلعبون الهلال. كابتن بسألك، هددت أعضاء اللجنة بفضحهم وذكر أن كل أعمالهم فيها واسطات. من تقصد؟ شوف اللاعبين اللي في لا لا من اللجنة اللي تقصدهم غير ترك السلطان، في أحد؟ لا هو ترك السلطان هو المسؤول عن الدورات ولا لا؟ أنا أسألك. أنا اللي عارف إنه هو مسؤول عن الدورات، أعطوني اسمه مسؤول عن الدورات. ما حاولت تتواصل معه؟ تركي ما شاء الله شاب متعلم مثقف وغريب. تواصلت معه بس ما رد علي. قلت له أبغى الدورات هذه، أنا أخذت ما تواصل معي. فجأة لقيت دولي ماخذين دورات أبد، كأني أنا غريب عن هذا البلد. يمكن لو كنت أجنبي أعطوني إياه. حاولت أنك يعادون لك دورات اللي أخذتها في البرازيل في الاتحاد السعودي. المشكلة هنا يقول لك لازم عن طريق الاتحاد الآسيوي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي. كان
تعرف عندنا كل شيء. طب ليش ما كملت في البرازيل وتاخذت شهادة؟ والله هذا اللي افكر فيه، لان اذا كان اللي في بلدك ما اذا كان اللي في بلدك ما فيهم خير فيك الاغراب يمكن احسن. طب بس اسالك سؤال كابتن، زي عبد محمد عبد الجواد الان محمد عبد الجواد الحين حصل انه عمل في المحاضرات وعمل اعتقد انه حصل على الاي والبي من هناك وكمل هنا في السعوديه، هل عادلوا له نفس وضعك ولا ما تدري؟ ما ادري عن الموضوع هذا صراحه، لاني انا شفت كان يعطي محاضرات في الاتحاد البرازيلي. شفت انا شفت اللقطات في اليوتيوب حتى مع اللاعبين صغار برازيليين يتكلم معاهم، كان كلامه يعني جميل. كابتن كنت من أفضل الحراس في المملكة العربية السعودية في عام 80، ما مثلت المنتخب ليش؟ قلت لك في ناس ما يبغوني لأني رفضت، وتعرف ذيك الأيام ما حد يقول لهم لا ما تعرف. أنت كنت احتياطي لمحمد عبد الله دعية للدعية؟ لا لا في الهلال نعم، لا كانوا جايبين الدعية من الفيحة وكان هو اللي يلعب سواء مستوى هنا مستوى هنا يلعب، ما ألعب إلا إذا اختفى غاب على التمارين. ليش؟ ما يبغون يلعب. والدائل كيف؟ ورطوا الدائل ورطوني. الدائل كيف شو مستواه؟ كان كويس بس إنه ما في منافسة فكان يهبط مستواه بعدين يختفي، يجي ضغوطات إعلامية وجماهيرية فألعب، لدرجة إني لعبت يد مكسورة، هذا الدرع هذا مكسور. أوف. إيه قدام قادسية، والاحتياطي كان صغير في السن عمره 18 سنة 17 سنة. فكملت مباراة كل يذكرون عام 87 ضد قادسية. كسر معظم طالب مكانه، لو كان في الدائر كان غيرت. فمرة المرة الثانية الموسم اللي بعده نفس الحكاية، بعد ما رجعت الإصابة الدائر غاب على التمارين ورجعت ألعب. المرة الثالثة غاب الدائر ورجع ملتحي. أنت كان غير ملتحي قبل؟ قبل لا كان غير ملتحي بس بعدها غاب شهور، وتعرف أيام الصحوة؟ أيام الصحوة غاب شهور وعلى أساس أنه يعني يفر إلى الله، بس هو يوم هو بيرجع لله اختطفوا رواد الصحوه، صارت افكار عندهم غريبه. اسرح تقدر تسال دايل وتسال عبادي وتسال، كان مجموعه يعني عبادي والمشاري العيران كان مجموعه كلهم يقولوا لك الافكار اللي كانوا يعطونهم اياها افكار. تعرف كان رواد الصحوه يستهدفون المشاهير واولهم لاعبين كره القدم. أوف. وأنا شعري أساساً تعرف الواحد يطول شعره بعدين يقصر فترة من فترات، يعني هي اندفاع شباب قصدي راهقة، بس عشان صغير ما قصرته لا حد يقرب مني. خدت عناد جوني مطاوع بيحاولون فيني مشايخة، وعارف وين يجتمعون وعارف إيش يقولوا لهم عش هذا والأفكار اللي كلهم كفار، حتى ما كان يردون. اللي يجيك مدرب يقول السلام عليكم وعليكم يقولوا له ما يكملون، سيطر على النادي سيطرة. بغيت أهاجر وقتها فعلا؟ إيه عام 89 كنت أساسي وقتها. وين كنت بتهاجر؟ كنت على أساس إني بروح أدرس في أمريكا عام 89. أيوة. وكانت أديني أروح بدون عودة. من اللي رجعك عن القرار هذا؟ الوالد الله يرحمها. الله فلا يرحمها، كانت ما بعرف كيفك أنت اللي اخترت كرة القدم، أنت اللي هذا. ولا فكرت تهاجر؟ لأن النادي صار كئيب وقتها. كئيب من أي ناحية؟ مطاوع كل شيء حرام، أشرطة دينية في الباص، أشرطة حتى في المسكرات، أشرطة دينية في الفندق، أشرطة دينية وكتيبات أشغلونا وحرام حرام 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 كل شيء. طب ليش ما حد تشك من الموضوع هذا إلا صالح السلومي؟ وشو؟ إنه الأشرطة وهذه شيء جديد يعني. لا أسألهم الآن هم يقولوا لك. كان في لاعبين كان في لاعبين متضايقين من المواضيع هذه ولا تكلموا؟ اللاعبين مدربين بعد صار في لاعبين طاقوا في الباص داري ولا لا؟ بسبب الموضوع هذا؟ إيه كنا بمعسكر في ألمانيا. تمام. إيه وواحد من اللعيبة حاط شريط ديني والمشايخ يحضرون والنار وال. من اللي حطه؟ واحد من اللاعبين، فجاء واحد قام قال يا أخي شرط. من اللاعب أنت شاهد الحدث، من اللي حط ومن اللي؟ لا من قال سامي ما من قال. طبعاً كنتوا في معسكر ولا؟ كيف؟ في معسكر. معسكر إيه. قام لاعب حط. هذا عام 90. حط شريط. هم يحطون في الباص إحنا رايحين التمرين وراجعين يحطون أشرطة دينية. طيب. المطاوع المشايخ هذا يتركبون، وبعدين في العام 89 نفس الحكاية في البرتغال مدرب زعل قال أنا بجيب هذا، صارت مشاكل وصارت هذا الآن عقلوا. طيب نبغى نسألك السؤال الأخير قبل ما نختم يا كابتن. صالح السلومي من أفضل اللعيبة أو الحراس في العرضيات،
اللي ما يعرف الموضوع في الانفرادات الأرضية الانفرادات. الانفرادات ممكن يقولوا لك ماجد كم مرة أخذك يعني مرة واحدة بس عام أي هدف؟ الهدف العام وبعدين ما كان انفراد تام كان مع الموينة، الموينة لا خلاني أطلع ولا خلاني أقعد في الباب يعني السبب خان الموينة؟ إيه لا الموينة ما خش عليه بعدين لاحظ لعبنا أنا وماجد تقابلنا 14 مرة أنا قلت لك 6 مباريات سجل 9 أهداف 8 مباريات ما سجل تحسبون اللي عليه ولا تحسبون بعدين لاحظ هذه زين النصراويين هم اللي عرفوا قدري ليش تذكروا اسمي طيب أنا بعطيك فرصة مدة دقيقة تتكلم في شيء اللي بخاطرك أبيك تتكلم لي بدون أقنعة بدون قناع أبغى يتكلم صالح سلومي إيش اللي في خاطرك يعني من الحاضر ولا الماضي ما كل شيء أبغى تتكلم في خلال دقيقة قبل ما نختم هذا أقولك إلا الأمور لازم تكون مكانها الصحيح يعني لازم يكون في عدل ومساواة بين اللاعبين أبناء الوطن يعني إحنا نخدم الوطن خدمنا الوطن قبل كذا ودنا نخدم الوطن نبغى نشتغل فما تصير في محسوبيات إن في ناس يروحون على أساس إن دولي لعبوا مباريات أكثر ولا دولي في المنتخب ولا دولي يراجعوا الأسامي ويكون في عدل ومساواة ولا يستخدمون الناس زي سلمان مطويع ولا غيره يطلعون يجردني من كل شيء سلمان مطويع طبعا لا تحية للجميع من ذكر أسماءهم طبعا وجهة نظر الضيف وأي ضيف لا الحق في الرد طبعا ومفتوح خلي انا خلي المطوع يطلع يرد علي خلي ترك السلطان خلي المحامي خلي الاتحاد السعودي كلهم يطلعون يردون علي واثق من نفسه عادي اللي تسوي شيء صح يسوي اتحداهم يرفعون اي قضيه لو فيهم خير يرفعون قضيه لا. اجمل لقب عشان ما ننهي بشكل مفرح اجمل لقب اطلق على صالح سلومي كيف اجمل لقب اطلق على صالح سلومي اسد الحراسه الهلاليه الاسد الازرق الأسد إيه؟ حامي أرينا هلالي الأسد صالح السلومي كنت ضيف جميل معنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة احنا متشرفين فيك وكنت ضيف لطيف وضيف صريح جدا 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 هاد لازم واحد يقول صراحة وصراحة تزعل لكن هذه الحقيقة لازم اللي يزعل يزعل اللي يرضى الله يعطيك العافية وصلنا لنهاية هذه الحلقة مع الكابتن صالح السلومي تقبلوا تحياتي أنا تركي مساعد التعجب